ونروح لملعب المباراة، نروح للمركز الإعلامي في مركب محمد الخامس في المغرب مع ناقدنا الرياضي العزيز الأستاذ محمد جمال. يا أستاذ محمد، زي حضرتك، مساء الخير. يا أستاذ عمرو، أنا تمام الحمد لله. الله يخليك. أرجوك، الليلة طبعا لسه الدنيا هص هص، الدنيا ساكتة والتمرين والدنيا مقفلة، ولكن أكيد حضرت التمرين الرئيسي وشفت الأخبار. إيه أولا، إدينا المعنويات، إدينا مشاهداتك كده للحالة في المران الرئيسي من شوية. يمكن كان امبارح المران قبل الرئيسي دايما ناس 2 على ملعب العرب الزاوي. النهارده كمان المران الرئيسي للنادي الاهلي بدا الساعه 8 بتوقيت المغرب، الساعه 10 بتوقيت القاهره. المعنويات في افضل صورها منذ الامس. حضور كامل لمجلس اداره النادي الاهلي، حضور بعض الجماهير في ملعب العرب الزاوي امس. النهارده الحاله المعنويه والنفسيه ممتازه، اللاعبين في حاله تركيز تام، لكن حاله تركيز فيها شيء من الاريحيه، اللاعبين مركزين جدا، مفيش تنشنه يعني، عارفين الصعوبه. اتفضل. مش متنشنين خالص 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 منذ الامس. يعني يمكن في بعض اللقطات الناس لما بتشوفها حتى في الصور ما يعرفوش الكواليس وراها. الناس اللعيبه فاكره جدا، اللعيبه مركزه جدا فيما يتعلق بالامور الفنيه كويس. لكن فيما يتعلق بالمباراه والضغوط، انا كنت سامع الاستاذ حسن بيتكلم من شويه على صعوبه المباراه من ناحيه الضغوط الجماهيريه والملعب. مركب محمد الخامس ملعب صعب، وجماهير مدد جماهير كبيره بتشجع طول المباراه، لكن اللعيبه متجهزه كويس جدا. مارسي كولر اتكلم مع اللعيبه ان احنا فريق الوداد فريق جيد، المباراه صعبه طبعا بحكم انها في نهائي دوري ابطال افريقيا، لكن احنا فريق فزنا في مباراه الذهاب، واكد عليها في المؤتمر الصحفي في اكثر من مناسبه. قال انتم مصممين تبعدونا عن ان احنا كسبنا في مباراه الذهاب، لكن احنا فريق فائز في المباراه الاولى، احنا فريق قادر على الفوز حتى هنا في المغرب، نحترم الجميع، لكن احنا ما بنبصش ورانا، احنا هنلعب المباراة وكأنها المباراة الاولى والاخيرة، لكن متسلحين بالفوز في مباراة الذهاب. لكن عشان نطمن جماهير النادي الاهلي، الامور في ابهى صورها فيما يتعلق بالبعثة، فيما يتعلق بالتركيز التام. المران مغلق تماما، فتح المران لمدة 15 دقيقة ثم تم اغلاقه تماما. حتى احنا المصريين يعني اللي موجودين في الميديا سنتر، اللعيبه بتتمرن تحت في الملعب، احنا موجودين في الميديا سنتر في المركب في الاستاد. الوداد اتمرن قبل، تمرينته كانت قبل، لكن النهارده حصل تغيير. الوداد كان محطوط في الجدول انه هيتمرن على ملعب نفس الملعب لكن قبل النادي الاهلي، غيروا الملعب واتمرن في ملعب العربي الزاوي اللي اتمرن عليه النادي الاهلي امبارح، ودي غريبه شويه. مش غريبه، لكن هم شافوا ان هيبقى في ضغط في الوقت، كمان في حضور جماهيري، وممكن يبقى في حضور جماهيري من فريق الوداد، تمام، ده في بعض المشاكل في احتكاك مع اتوبيس الاهلي وهو خارج، فعشان ما يعملوش احتكاك. طب والله طب والله شيء فعلا كويس، يعني حفاظا على الجميع، يعني خطوه محترمه بصراحه. يعني احنا هنا من خلينا نقول لك الصوره كمان يا عمرو، احنا هنا من 3 ايام في شحن كبير فيما يتعلق بالمباراه كمباراه كره قدم، لكن الناس بمنتهى الترحاب، بمنتهى معامله طيبه جدا، بيتكلموا عن مصر بشكل ممتاز، بيتكلموا عن النادي الاهلي بشكل ممتاز. طبعا جماهير الكوره بيبقى في شيء من التحفظ، كل واحد عايز يعني تغلب، لكن تبقى الروح ما بين الشعبين يعني جيده جدا. حتى في القنوات الارضيه هنا لما بنتفرج على قنواتهم المحليه بيتكلموا عن مصر وعن 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 الجماهير المصريه وعن النادي الاهلي بشكل ممتاز. الشحن موجود في الشارع، الناس كلها كل ما حد بيقابلنا هنكسبكم بكره، لكن في اطار كره القدم لم تخرج عنها يعني. طيب ده شيء ممتاز، وربنا يطمن قلبك، وحاجه كده مبشره باذن الله. طبعا التشجيع من حق الجميع ان هو يشجع طالما مفيش شيء خارج يعني عن النص، او في يعني شيء من هذا او من ذاك يعني. طيب عايز اسالك سؤال اخير على بملك سيما، وبملك سيما على عكس الناس ما كانت بتقول ان ده هو المباراه الاخيره ليه، ومن هنا جه بعض التخوفات اللي ما كانش ليها اساس، او ان شاء الله ما يكونش ليها اساس. حابين ناكد معاك على الجزئيه دي، هل بالفعل ان هذه المباراه بكره مش هي الاخيره لبملك سيما، والراجل لسه مكمل لغايه السنه الجايه؟ هل المعلومه دي عندك اكيد ولا لا؟ بملك سيما لسه تعاقده مستمر مع الكاف لمده موسم، لسه مكمل موسم كمان، وفيما يتعلق بتواجده هو وارد يكون كاس العالم يمدوله كمان سنه، لان هو يتم السن القانوني في 2025، فوارد كمان يمدوله سنه لحد كاس العالم. فبملك سيما لا زال مستمر في التحكيم، يعني كان في بعض التكهنات وبعض الاخبار اللي طلعت فيما يتعلق ان هذه المباراه الاخيره، وعلى عليها مارسيل كولر حتى في مباراه الذهاب، لكن بملك سيما نفسه
باكد ان هو لسه عقده مستمر وان دي مش المباراه الاخيره لمباراه فاينل دوري ابطال افريقيا، وعلى خلفيه بعض الاحداث المتعلقه بمباراه سابقه للوداد مشاده مع احد المسؤولين المغاربه. يعني قال ان هو ما عندوش حسابات، وقال ان هو احنا اتكلمنا معاه وقال ان هو انا بحكم عندي سي في وعندي تاريخ وانا بحافظ على تاريخ السي في، وانا كل اللي يهمني ان تطلع المباراه كل فريق بحقه. طبعا اكيد، يعني اكيد مش هيضيع ابدا يعني طبعًا تاريخه طبعًا او اسمه طبعًا. يعني بشكرك والله شكرا جزيلا استاذ محمد جمال ناقدنا الرياضي من المركز الاعلامي في ملعب محمد الخامس او مركب محمد الخامس والمران الرئيسي دلوقتي اللي بيدور حاليا واحنا بنتكلم حضراتكم لفريق النادي الاهلي.